السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من وزارة التربية. التربية تنشر توضيح بخصوص نظام المحاولات وتؤكد بأنه يشمل جميع الراسبين بدرس أو درسين بغض النظر عن السنوات السابقة على ألا تكون لديه محاولات سابقة. طبعا وزارة التربية تنشر كتاب بخصوص توضيح نظام المحاولات وتقول على جميع الراسبين درس أو درسين، فقط درس أو درسين، على أن لا تكون لديه محاولات سابقة، يعني على لا تكون لديه ماخذ يعني قبل بالسنوات السابقة محمل نظام المحاولات. فهذا الكتاب، هذا الكتاب التوضيح يقول، تقول وزارة التربية يشمل الطلبة الراسبين بدرس أو درسين للعام الدراسي 21-22 بنظام المحاولات عن العام الدراسي 22-23 بغض النظر عن السنوات السابقة على أن لا تكون لديه محاولات سابقة.